السيد العام المحترم بالنسبه مولاي اسماعيل تم هذا الحل ديال الجراحات الفنيه للاعضاء كبارات تنفيذا للتوجيهات الملكيه الساميه التي تتضمن تقريب الخدمات الصحيه الساميه، كذلك تنفيذا لاستراتيجيه وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه مع ديال الاسر كاين فيه 5 طاب اوبيراتوار عارفه كو حتى غادي تكون حدا او اس دونك الجدول الزمني بدينا خلاص في المكان اللي داروا الفحوصات الطبيه اللازمه اذا بالنسبه لهذه فرصه باش نشكروا جميع المتدخلين اللي ساعدونا في يعني في لورغانيزاسيون ديال هذه الحمله الحمد لله الناجحه، على راسهم كاينه عماله مكناس، تنشكروا السيد العامل عامل صاحب الجلاله على عماله مكناس، كاين المديريه الجهويه للصحه والحمايه الاجتماعيه فاس مكناس، المندوبيه الجهويه المندوبيه الصحه والحمايه الاجتماعيه مكناس، المركز الشفائي الاقليمي مكناس، مصلحات طب العيون بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس وعلى راسهم الاستاذ بن عطيه، كاين جمعيه ضعاف البصر في فاس، وكذلك لا ننسى المجهود الكبير اللي قامت به المؤسسه لاله سلمى للوقايه والمحاربه من داء السرطان، فمدتنا بواحد المجموعه بواحد ليكيت ديال تقريبا واحد 320 كيت ديال الكاتاراك، كذلك مصلحه يعني طب العيون بالمستشفى الجامعي فحتى هما عطاونا لو كومبليمون ديال لو كيت، جابوا داكشي اللي تيخص كامل. يبا ما نساوش نشكروا المجهود الكبير اللي قامت به مجلس عماله مكناس، كذلك جماعه مكناس وجماعه المشوار الستينيه، فساعدونا في يعني في توفير وجبات الغداء ل 50 يعني اطار، وكذلك هذا نصب واحد الخيمه، وما نساوش كذلك نشكروا السيد الباشا والسيد القائد، السيد الباشا ديال المنطقه الحضريه الحمريه والسيد القائد، ان يعني ساعدونا بواحد الشكل كبير انهم لا داروا واحد الحملات يعني تنظيف تشطيب الاشجار وضع خيمه لاستقبال المرضى، وما نساوش نشكروا يعني الاطر جميع الاطر لا الطبيه ولا التمريضيه ولا الاداريه والتقنيه على المجهودات، فهم متجندين هاد الاربعه ايام من ثلاثة حتى الجمعه ان شاء الله متجندين باش زعما ينجحوا هذه الحمله ان شاء الله. البارح راه المستفيدين غادي حنا تنحاولوا نوصلوا لواحد 320 يعني مريض اللي مسجلين ضمن لائحه الانتظار الجراحه عند الاطباء ديال لوبيتال، فالبارح ان شاء الله الحمد لله انطلقت الحمله ودوزنا 88 مريض، واليوم من المقرر يدوزوا واحد ما بين 80 و 90 مريض ان شاء الله. الجدول الزمني تاعنا الجدول الزمني فبدا خلاص، بدينا في الاول باستشارات طبيه على مدى واحد 15 يوم كانت استشارات طبيه، تنعبروا يعني العدسه لا بيوميتري داروها الاطباء ديالنا، ونهار البارح بدينا ايفيكتيفمون العمليات الجراحيه، فغادي تستمر من الثلاثاء حتى الجمعه ان شاء الله بحول